تأجيل جلساته مع المسؤولين في النادي الأهلي، ورغم أن النادي الأهلي أعلن أسباب التأجيل إيه لهذه الجلسات، لكن اجتهادات مستمرة، والبعض تطرق لأن في أزمة ما بين الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي بخصوص العقد الجديد. على حضرتك استاذ اوسي برضو، اخر التطورات ايه؟ بص الاهلي يعني ما فيش حاجه، يعني الاهلي ما فيش ازمه بينه وبين لاعيبته خصوصا اللي بيجدد البعض لهم، يعني بيحاول يصور. لا لا بص يعني دي مرحله بتبقى مرحله فيها اشاعات كتيره جدا، ومرحله فيها كلام كتير جدا، وممكن بعض الافراد ما يقدرش يوصل لمعلومه فيضطر ان هو يجتهد ويتوقع ويخمن، ممكن يكون عنده ربع معلومه ويبني عليها معلومه كامله يعني. لكن في النهايه يعني انا اللي شايفه ان علاقه احمد فتحي بالاهلي علاقه وثيقه. تمام. هو من حقه انه يامن مستقبله، ما حدش يقدر يتكلم فيه، من حقه انه يتكلم في فلوس وحقه بتاع، ومن حق الاهلي يتفاوض معاه في هذا الامر، يعني ممكن تكون كلها مساله تفاوض مساله تفاوضات. كما اعلن ان الظروف المحيطه، لان النادي الاهلي كان اغلق تماما بشكل كامل، فما كانش في مجال ان هو يلتقي مع لجنه التخطيط بقياده الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو. اعتقد خلال الايام القادمه ستحسم، يعني زي ما حسم موضوع وليد سليمان، لان كان مستر فايلر محدد اموره، يعني كان في اربعه زي ما قلنا، كابتن شريف اكرامي كان حاتم اموره بالزبط من قبله ان الراجل ماشي يعني، فما فيش مشكله خالص. كانت المشكله كابتن حسام عاشور، وشفنا مشكلته واكيد هنتكلم عنها لاحقا. ووليد سليمان قلنا القيمه والرمز، وتم تجديده يمكن واحنا لما كنا على الهواء المره اللي فاتت في حلقه الخميس الماضي، ودي زي قلنا دي حاجه عظيمه وحاجه قيمه. اكيد احمد فتحي بيسير في نفس طريق وليد سليمان، وان شاء الله خلال الايام القليله القادمه سيعلن تجديد وتمديد عقد احمد فتحي واستمراره مع النادي الاهلي، لان هو احمد فتحي يعني مثلا بقى له موسم او موسمين تقريبا وينهي مسيرته مع كره القدم، اعتقد هو بيتمنى ان ده يكون جوه النادي الاهلي وفي النادي الاهلي، وما فيش عروض لاحمد فتحي تجبره انه يضحي بالنادي الاهلي. ما فيش عروض؟ خالص؟ انا بقول لك ما فيش عروض، يعني ما فيش عروض اللي هي العروض الجاده اللي اقوى من النادي الاهلي، يعني عروض مبالغ كبيره. لا لا ما فيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. ففرصته ان يكون هو يكمل مع النادي الاهلي كبيره جدا، يعني اي كلام تاني ما اعتقدش ان هيكون ليه. طيب. عاشور وجلسته مع الكابتن محمود الخطيب رايك فيها ايه؟ طبعا يعني دي طبعا ده تقدير كبير من راس الاهلي لقائد الاهلي. صح. كون ان الكابتن محمود الخطيب، غير ان الكابتن محمود الخطيب راس الاهلي، كون ان الكابتن محمود الخطيب يجلس مع اي حد بتكون رساله واضحه مباشره الى التقدير والقيمه طبعًا والاحترام. طبعًا. فاعتقد ان دي كان ليها مردود عند حسام عاشور، مردود طيب، مردود جيد، مردود يعني في اراحه نفسيا، خرجوا من الطبيعي جدا. بص ان حسام عاشور يبقى متضايق، ان حسام عاشور يبقى زعلان، ان حسام عاشور يبقى غاضب، ان حسام عاشور كان نفسه يكمل، ده طبيعي جدا عند اي حد يعني. أكيد أكيد. يعني اي حد فينا لما يزحزحوه من المكان اللي موجود فيه بيبقى عايز يقعد فيه، ما يسيبش يعني بقدر الامكان يعني، خصوصا شغلك يعني. حسام يعني شغل حسام، انت بتتكلم على حسام عاشور 34 سنه، منهم 17 سنه جوه النادي الاهلي في كره القدم، نصف عمره الكامل بالزبط. ونصف الباقي اللي هو يمكن كان بيبدا مع الفريق الاول يعني والكره القدم يعني. فلما يجي يترك ده في لحظه الاعزال صعب على اي حد. فكان بين خيار اسيب الاهلي اللي انا قضيت عمري فيه، ولا اروح مكان تاني والعب ومش مضمون ان انا العب، وممكن اهتز وممكن ما اديش بشكل جيد، وممكن جمهور الاهلي يزعل مني، خصوصا انه يعني عاشور ليه قيمه كبيره جدا داخل جمهور النادي الاهلي. فجلسه الكابتن محمود الخطيب دي يعني حلت له امور كتيره جدا، ريحته بشكل كبير جدا، واظهرت له مدى تقدير الاهلي ليه. استقر على قراره؟ بشكل كبير. نعم بشكل كبير جدا استقر حسام عاشور على قرار اعتزاله كره القدم. والاتجاه ان شاء الله ان الاهلي يعمل له مباراه اعتزال كبيره كما يعني اتفق معه كابتن الخطيب، باضافه الى يعني ان لازم يعني مش ان الكابتن الخطيب يوعده، ده لازم حسام عاشور يكون موجود في النادي الاهلي. دي النوعيات اللي عايزها النادي الاهلي، النوعيات اللي محتاجها النادي الاهلي ان تكون موجوده، اللي شربت وتربت على قيم ومبادئ النادي الاهلي، واللي هينقل قيم ومبادئ الاهلي الى الاجيال اللي جايه بعد كده يعني. فان شاء الله يعني خلاص بنسبه يعني 99% استقر على اعتزال الكره والاتجاه الى العمل الله يكون له مستقبل كبير جوه النادي الاهلي. ده يعني اهميه طبعا بالنسبه للاهلي وحسام عاشور وجمهور النادي الاهلي بكل تاكيد. عايز اتكلم معاك في بعض الملفات الاخرى بخلاف النادي الاهلي.